هل يجوز التبرع كصدقة جارية في نرافة القلب أو كده يعني؟ لا مانع من أن تتبرعي بصدقة جارية لمراكز طبية، خاصة تلك المراكز الخيرية التي تعتني بالفقراء. حتى لو مركز القلب للدكتور مجدي يعقوب؟ لا أنا ما أعرفش، لا تسمي لي أحدا. أنا مركز القلب أنا لا أعلم، معلش معلش. عموما يجوز التبرع كصدقة جارية في المراكز الطبية، خاصة تلك التي تعمل بصورة خيرية أو نصف خيرية. السؤال ليس من الزكاة، اصبر علي بس يا أختي، أنبه على أن هذا ليس من الزكاة، إنما الصدقات، ليس من الزكوات المفروضة. فهمتي؟